تعرفوا بأن صاحب الجلالة نصر الله وإيده أكد من خلال جلسات عمل اللي كانت على ضرورة تحسين العيش الكريم مثل المغاربة، وهذا هو الهدف الأساسي ديال هذا البرنامج، ماشي شي هدف آخر. كنا أمام خيارين، واش نبقاو حنا في المقاربة اللي كانت ديال نوقعوا اتفاقيات ونواكبوا ونديروا كنا شي تحملات، تبين لنا بأن في الحقيقة هذوك كنا شي تحملات اللي كانت دارت باش تضبط الجودة ما مكنتش نضبط الجودة. ثانيا حددت واحد السقف ديال 50 متر مربع، اليوم 300 ألف درهم يمكن في الدار البيضاء ما يمكنلاش تجاوز 50 متر، ولكن في مدن أخرى، مدن متوسطة، مدن صغرى، هذيك 300 ألف درهم كلها تعطيك شقة ديال 100 متر، ديال 120 متر، لأن هذا الشيء مرتبط ماشي فقط بالمواد البناء، ولكن مرتبط كذلك بالثمن ديال العقار. والمدن الكبرى العقار تضغط على العملية، ولكن في المدن المتوسطة والصغرى الحمد لله كاين عقار خاص، وهذا العقار الخاص هو اللي غادي يسمح لنا نسميه. ثانيا فاش ما تتبقاش علاقة مضبوطة باتفاقية تتولي المنافسة، وما أدراك ما المنافسة؟ تيولي هذاك اللي شاري أرض وبغى يبني، شنو هو الهدف ديالو؟ هو يبيع، شي داير عملية باش يبيع، هو خدمته هو بيع شري شركة ديال منعش عقاري اللي خصو يدير أرباح في نهاية المطاف. هاد السيد عنده اليوم واحد المواطن اللي عنده واحد القدرة شرائية اللي ما كانش عنده من زمان، تيجي تيقول لي حط لافونس، لافونس هي كاينة دابا، وهاد لافونس هي اللي غتمكنو إلا كانوا عنده الإمكانيات غادي يكمل المبلغ، إلا ما كانوش وبغى يتوجه للأبناك غادي طلب بنكة تعرف بأن ذاك المبلغ الأولي تيسمح ليه باش ياخذ قرض بنكي. ما كاينش شي جودة خاصة في هذا البرنامج، هي الجودة اللي كاينة في سوق العقار، واللي مضبوطة بقوانين، اللي مضبوطة بتصاميم تهيئة. وقلت لكم شنو هو النقص اللي كان عندنا والعجز اللي كان، هاد التصاميم تهيئة هما اللي تيمكنونا باش نحددوا عدد السكن في واحد المنطقة معينة اللي موجهة للسكن، وما يبقاش ديك 500 دار في إكتار، ولا تيولي معايير اللي تنعتمدوا عليها لي كارتي اللي فيهم الفيلات هما اللي تنعتمدوا عليهم، المرافق نفس المسألة، والجودة هي هذه، والمراقبة هي المراقبة اللي تنديروا اليوم حاليا، وماشي عاوتاني نكونوا متفائلين، لأن كاين بعض الحالات ديال الناس اللي ما كانوش في المستوى. ولكن أنا تنشوف لي المثال مدينة مراكش ضربها الزنزان، وباستثناء المدينة العتيقة أنا فوجئت، وفي نفس الوقت افتخرت كمغربية، تنقول كما كان الحال الشقق ديالنا ما تقاسوش بما فيهم السكن الاجتماعي، راحوا حتى وحده تتخنز الشواري، ولكن كاين ناس مزيانين في هذا الوطن. راه كاين عاوتاني اللي تنتقد المواطن تيقول لك هو عنده السكن الرئيسي ومشى شرا في بوزنيقه وفي مراكش ودارها دارها دار ديالها سميتو، هل هذا يعني بان المغاربه ماشي ناس نضاف؟ ما نعمموش، عامه نقص العجز، هاد الناس اللي اقتنوا الشقق ديالهم ها هما ساكنين فيهم، الا كان شي طلب ولا كان شي حاجه راه تيكونوا لي غارونتي دو كونستركسيون، تيرجعوا للجماعات وتدير واحد المراقبه. دابا بغينا نزيدوا نقويوا هاد المراقبه باعاده النظر للحكمه مع خلق هاد الوكالات، لان الاشكال اللي كاين اليوم ما كاينش لو ريكور، داك الى رخصنا شي واحد وشي حد بغى يجي ويطعن في هذاك الترخيص ما عندوش لمن يمشي، خصو يمشي للمحكمه. هاد الوكالات الجهويه غادي تولي تتلعب هاد في هاد التوازن ما بين الاداره والمواطن باش تضمن حقوق جميع المغاربه والمغربيات. واحد لو ديستوكاج ديال هاد السنوات اللي ما قبل من 2023 خدينا على الاعتبار بان واحد اللي عنده انتاج بيرمي دابيتي في يناير 2023، هذا يعني بان بدا البناء ديالو ما بين 2020 2021، قبضنا لو ستوك، قبضنا لا برودكسيون ناسيونال، ومشينا على واحد الرقم التقدير ديالنا للسنه الاولى ما بين 70 ألف
تل 100,000 وحدة سكنية. المبلغ الإجمالي ديال العملية هو 9.5 مليار اللي هي ما سهلاش، اللي هي ما سهلاش لتتزاد في تقوية وتعزيز هذه الدولة الاجتماعية اللي بغاها سيدنا وتحسين الكرامة تاع المواطنين. فيما يخص الإعفاءات الضريبية كما قلت لكم العمليات اللي دازوا تاع 650,000 وحدة مشات، كان 100,000 إلى غاية 2026. إلا استفدوا إلى هذا المقاول بغى يكمل المشروع ديالو غادي يستافد من الإعفاء الضريبي، ولكن ما عندوش الحق يراكم ما بين الإعفاء الضريبي والدعم المباشر. وهذا الشيء المنصة، أكيد هذا المنصة علاش تنهضروا، راه عندها ارتباط مع جميع الإدارات من دار الضرائب والمحافظة العقارية وجميع الإدارات اللي عندهم علاقة بقطاع التعمير. السكن اللي هو معني بالأمر هو سكن اللي حاصل ديجا على رخصة سكن ابتداء من فتح يناير 2023. يعني المواطن ملي كيمشي كيلقى واحد المنتوج اللي هو كيهمو عنده البيرمي دابيتي، كيدخل عندنا المنصة سواء بصفة مباشرة كيف ما قالت السيدة الوزيرة أو عن طريق المؤسسات اللي غنوضعها راه إشارته بصفة مجانية اللي غتدخل له سميتو، كيدخل غير سميتو والنمرة ديال لاكارت ناسيونال صافي بحال اللي قالت السيدة الوزيرة ما كاينينش. وحنا كنجاوبوه في ظرف 7 أيام عن طريق بطريقة إلكترونية، كنشوفوا مع الضرائب مع المحافظة واش ما كيتوفرش على شي ملك كيف ما جا في الارتيكل 8 ديال الروات فينونس، وكنجاوبو في ظرف 7 أيام كنقولوا له بانك انت عندك الامكانيه تستافد ويمكن لك تمشي لعند النوطير وتجيب لنا الكومبرومي دو فونت. هذه الشهاده اللي كيديها هي اللي كيديها عند النوطير ويجيب معاه اللوجمون بالبيرمي دابيتي ديالو، وكيصيب النوطير الوعد بالبيع اللي اون فوا الكومبرومي دو فونت اللي سيني كي ديبوزي النوتير في ظرف 7 أيام خصو ديبوزي في لا بلاتفورم. ملي كي ديبوزي عندنا 15 يوم فقط كيتوصل اقصى 15 يوم كاقصى اجل كيتوصل بالمبلغ كيف ما جات في الكلمه السيده الوزيره، سواء ديال 100,000 درهم او ديال 70,000 درهم. بيجي يا اما ياخذ ان شيك ويديه للنوتير او لا يقول لنا فيرسيو ليا للنوتير مباشره، كان فيرسيو له في 15 يوم وكيبقى له اموا باش يمشي يكمل المسطره العقد الكومبرومي دو فونت ديفينيتيف الى غير ذلك. دونك ما كاين حتى شي اشكال في هذه المساله هذه. شكرا. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.